الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد، كما صليت وسلمت على سيدنا ابراهيم وعلى ال سيدنا ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. اللهم وفقنا وسائر المسلمين لما تحبه وترضاه يا رب العالمين. امدنا بمدد رسولك الكريم صلى الله عليه وسلم، وكلنا بما كنت به نبيا، وادخلنا من كل الامور مخلصا، وانقذنا من كل الامور محققا، واجعل لنا من لدنك سلطانا نصيرا. فرج الكرب عن المحبوسين، واشف امراضنا وامراض المسلمين، وارحم امواتنا واموات المسلمين، وارحم مشايخنا واكرم عنا كل خير، ولا تفتنا بعدهم ولا تكرمنا اجرهم، واغفر لنا ولكم وانشاؤنا عليهم على غير مقابلنا بهم على خير حال. اما بعد، نكمل قراءه الرساله القشيريه للامام عبد الكريم القشيري رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه وعظمه دارين امين. وكنا بدانا باب الفقر في يوم السبت الماضي ولم نكمله. والفقر المقصود به الفقر الى الله، الفقر الى الله. والعجيب ان الله سبحانه وتعالى لما اراد منك ان تستشعر الفقر خلقك في حاله تذكرك بالفقر اليه في كل لحظه. كان يمكن ان يخلقك لا تحتاج للنفس ولا تحتاج للطعام ولا للشراب، كان ممكن ان يخلقك لا تحتاج للنوم، فسوف يعيد خلقك في الجنه لا تحتاج للنوم، ولا تاكل الطعام والشراب عن جوع بل تاكله عن شهوه فقط تلذذ لا عن جوع، ولا تحتاج للتبرد ولا للتغوط ولا للتبول ولا تستشعر الالام. كان يمكن ان يخلق على هذه الصوره، ولكن لو خلقك على هذه الصوره لكان من الصعب ان تتذكر فقرك اليه، ولكن يسر خلقتك تذكرك بالفقر اليه، فجعلك تحتاج الى النفس في كل لحظه. في كل دقيقة تتنفس 16 مرة، والنفس على مرحلتين، مرحلة واحدة داخل وخارج، وأنت لا تملك إدخاله ولا إخراجه، هو الذي يملك ذلك. ورزقك بصرا وجعلك تحتاج إلى أن تطرد بعينك حتى لا تلف عينك. انظر إلى نفسك في الدقيقة كم مرة تطرف عينك وتغمض عينيك حتى تحافظ على عينيك وانت مستقل لهذه الحركه، لا تستطيع منها خلاص، ولو فقدتها كما يحدث عند بعض المرضى الذين يعانون من شلل في العصب السابع فلا يستطيع ان يغمض عينه، فيخاف الاطباء ان تجف العين لان حركه الجفن شلت، فيجعلون له جراحه يضمون الجفنين الى بعضهما البعض بخياطه حتى يحافظ على العين. ولكن الله سبحانه وتعالى الهمك حركه العين وحركه النفس وحركه نبض القلب في كل دقيقه من 60 ل 90 نبضه في الدقيقه، تندفع الدم، فانت محتاج لهذا وانت مستشعر ذلك، ولكن لا تعاني انت معاناة أن تشغل هذه الأعضاء، بل هو الذي يجعلها عاملة. ثم إذا أردت أن تتحرك فأنت مستقل إليه، وإذا جلست بعض الساعات تحتاج إلى الطعام وإلى الشراب، فإذا أكلت الطعام والشراب احتجت للتبول والتغوط، فإذا تغيرت الأجواء احتجت أن تخفف ثيابك أو تزود ثيابك على حسب. كل هذا افتقار جعلك في صورة مستقل في كل لحظة. ثم زاد عليك افتقارك ان جعلك عندك امال عريضه تريد ان تحققها، فوق ما انت فيه من افتقار انت مفتقر ايضا لتحقيق ما تريد، فعلق قلبك باشياء غير موجوده امامك، فرفع همتك اليها، فافقرك اليها، ثم بعد ذلك جعل عندك نوازع وشهوات ودوافع، كل هذه الاشياء حتى تستشعرك انك مغروس في الفقر
إلى آخر جزء فيه، كأنك يعني مغطى بالفقر من فوقك إلى أسفل، مفتقر إلى كل شيء. ولكن هذا شعور الإنسان العادي المحبوب عن ربه، أنه مفتقر لكل شيء. أما الذي يعلم أن كل الأمور بيد الله يجمع افتقاره لشيء واحد وهو الله، لأنه بيده ملكوت كل شيء فيستريح. أما الكافر فقد افتقر لكل شيء، فتعلق بكل شيء فتشتت. والمؤمن اجتمع همه كله في الله، فالافتقار أن تستشعر أن كل الأمور بيد الله وأنك لا تستطيع الحراك. انظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تكلني لنفسي طرفة عين، طرفة عين ولا لأحد من خلقك، فلا تستطيع الحراك إلا بي، ولا الإرادة إلا بي، ولا الاتكال إلا عليه، ولا الثقة إلا بي، لأنه بيده. هذا هي حقيقة الافتقار عند المسلمين، أن تستشعر هذا فتتبرأ من الملك كلية، فلا ترى مالك إلا الله. فإذا حققت في الأمور لا تجد إلا الله سبحانه وتعالى، حتى إذا جاءه، يعني جاء الشيء الذي يريده وتعلق به، لم يجده شيء، ووجد الله عنده فوفاه حسابه. هكذا إذا حققت أي شيء فجئته لا تجده شيء، فتش في أي شيء لا تجده غيره، لا تجده قائما بنفسه بل قائما بالله. فإذا فتشته لا تجده إلا الله سبحانه وتعالى هو الذي أقامه. ولذا عليك بعد الافتقار الخلقة الإجباري أن يكون هناك افتقار اختياري لكمال معرفة الله سبحانه وتعالى، وهو الذي عليه المراد، وهو الافتقار الاختياري لا الافتقار الإجباري. فكل الخلق مفتقر، لكن ليس كل الخلق مستشعر أنه مفتقر إلى الله. سائر الخلق يستشعرون أنهم مفتقرون إلى حاجاتهم اليومية من طعام وشراب وملبس وغير ذلك مما يريدون، ولكن المؤمن الموحد افتقر إلى الله في كل حاجاته فسلمها لربه، فقنع بما أقامه فيه ولم ينظر لما في أيدي الناس، لأنه إذا فتش في الناس لم يجد شيء. فأينما توجهت فتم وجه الله، فهو الله سبحانه وتعالى. وما بكم من نعمة فمن الله، لا من الخلق ولا من الأشياء بل من الله. فهذا هو معنى الافتقار إلى الله، أي ألا تتوكل إلا على الله، وألا ترضى إلا بالله، وألا تثق إلا بالله. وحتى إذا أخذت بالأسباب لا تأخذها بنفسك وبشهوتك، بل بإقامتك فيها تعبدا لله، وتعلم أنها ليست فاعلة بل الفاعل هو الله فيها سبحانه وتعالى. يقول: سمعت محمد بن الحسين يقول، اللي بيقول سمعت هنا مين؟ الشيخ عبد الكريم الحسين اللي هو المصنف. سمعت محمد بن الحسين يقول: سمعت أبا عبد الله الرازي يقول: سمعت أبا محمد بن ياسين يقول: سمعت ابن الجلاح يقول: وقد سألته عن الفقر فسكت حتى قال، ثم ذهب ورجع عن طريق، ثم قال: كان عندي 4 دوانيق فاستحييت من الله عز وجل أن أتكلم بالفقر، فذهبت وأخرجتها، ثم قعد وتكلم بالفقر. هكذا كان حاله، لا يتكلمون في شيء إلا وهم متحققون به، لأنهم لا يدعون. فالكلام بالادعاء من السهل بمكان، أي إنسان يستطيع أن يحفظ بعض المعلومات ثم بعد ذلك يسترجعها أمام الناس على أنها خارجة منه وهو غير متحقق به. وهذا الإنسان إن أعجبت بأسلوبه وكلامه لكن لا تتأثر به، لأنه غير متحقق به. أما المتحقق بالشيء فأقل كلام منه يؤثر، ولو كان حتى أقل فصاحة من غيره. ولذا لما سأله عن الفقر كان عنده بيته كده قرب 10 جنيه، يعني حاجة بتاع 10 جنيه كل ما يملكه، فمرضاش يتكلم، لم يرد أن يتكلم عن الفقر. خرج المكان وخرج خلا وأنفق 10 جنيهات، ثم جاء بعد ذلك لا يملك شيء وتكلم على الفقر. هكذا كان حاله. قال: كان عندي 4 دوانيق، الدانق ده صدف درهم، صدف درهم يعني 4 دوانيق ما فيش درهم، والدرهم ده يعني جرام، يعني 2 جرام فضة وربع تقريبا. شوف انت جرام الفضة بكام دلوقتي؟ يعني 2.5 جنيه، 3 جنيه، يعني 10 جنيه كمان زيادة.
فتدقق بها ثم جاء وتكلم على الفقر. فلما سئل قال استحييت أن أتكلم في الفقر فذهبت وأخرجتها ثم قال وتكلم في الفقر. لأن وارث محمد صلى الله عليه وسلم في ليلة من الليالي أراد أن ينام فلم ينم على عادته، فجلس على فراشه وقال مالي، فنظرت إليه سيدنا عائشة وهو يكلم نفسه صلى الله عليه وسلم، مالي زهقت ما تقول أنا جرالي إيه النهارده، يكلم نفسه لأن النوم استعصى عليه ليس على عادته. فتذكر أن عنده بعض المال جعله في بيته ليتصدق به في الغد، فأخرجه صلى الله عليه وسلم في الحال، قام وأخرجه وتصدق به ثم عاد فنام فذهب بالنوم كعادته. هكذا كان حاله صلى الله عليه وسلم، لا يريد أن ينام عند شيء من الدنيا. وسمعته يقول سمعت عبد الله بن محمد الدمشقي يقول سمعت إبراهيم بن المولد يقول سألت ابن الجلال متى يستحق الفقير اسم الفقر، فقال إذا لم يبق عليه بقية منه، فقلت كيف ذلك، فقال إذا كان له فليس له وإذا لم يكن له فهو له. تقرا الكلام تفتكروا ان هي فواتير، لان هم اهل اشاره، اهل اشاره لان هم عايزين يعلموا الناس الفطانه وحسن الفهم وسرعته، ولا يريد ان يكون كلامه من الوضوح حيث يلتقطه من ليس له اهل، هم يريدون ذلك. فيقول اذا لم يبق عليه بقيه منه، يعني انت فقير الى الله اذا لم تلتفت الى فقرك، لانك اذا التفت الى فقرك فقد وثقت بفقرك، اي التفت الى مقامك عن المقيم لك فيه، فلا تكون فقير الى الله بل انت فقير الى مقامك. فيقول اذا لم يبق عليه بقية منه، لانه اذا نظر لفقره فقد التفت لمقامه، ومن التفت بمقامه الى مقام استغنى بغير مراده وهو ربه، فاذا ازاي يكون فقير؟ كلام دقيق لا يدركه الا اهل المعاني. فقلت كيف ذاك؟ فقال اذا كان له فليس له، اذا كان فقره له فليس فقره لله. إذا كان له، أي إذا كان فقره لنفسه لمقامه فليس فقره، فليس له أي فليس لله. وإذا لم يكن له، وإذا لم يكن له التفات إلى مقامه فهو له فهو لله. فهمت المعنى الكلام؟ فإذا سمعت الكلام مرة أخرى تجده واضح. إذا لم يبق عليه بقية منه، أي من الفقر، فأنت فقير. كيف ذاك؟ قال إذا كان له فليس له، وإذا لم يكن له فهو له سبحانه وتعالى. وقيل صحة الفقر ألا يستغني الفقير بفقره بشيء إلا بمن إليه فقر. صحة الفقر هو كمال الغنى بمن افتقرت إليه. صحة الفقر إلى الشيء هي كمال الاستغناء به، ويعلم الشيء بنقيصه. ألا يستغني الفقير في فقره بشيء إلا بمن إليه فقر. يعني إذا استغنيت أنت بالذهب فغناك بالذهب لا بالله، إذا استغنيت أنت بالمنصب فغناك بالمنصب لا بالله، إذا استغنيت أنت بما أقامك الله به فقد استغنيت بما رزقك الله لا بالله، استغنيت برزقه لا به، واستكفيت بنعمته لا بالمنعم، ووثقت بما أعطاك لا بالمعطي. فرق كبير. وقال عبد الله بن المبارك إظهار الغنى في الفقر أحسن من الفقر، يعني إظهار الغنى لله في حال فقرك إلى الله لقلة العرب أحسن من إظهار الفقر للخلق.
لأنك إذا أظهرت فقرك للخلق لعلهم يتعرفون عليك فقد توكلت عليك وتعلق قلبك به وبما يؤمنك لن يتعلق قلبك بالله. فإظهار الغنى في الفقر أحسن من الفقر. ولذا يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي: أحب ثلاثة وحبي لثلاثة أشد، أحب المتصدقين وحبي للفقير المتصدق أشد، لأن الفقير المتصدق مستغني الفقر، وحبي للفقير المتصدق أشد، وأحب التواضع أو المتواضعين وحبي للغني المتواضع أشد، لأن اللي معاه أموال ومناصب سهل عليه يجيله الكبر وصعب عليه إنه يجيله للتواضع. فإذا تواضع مع وجود أسباب الكبر يبقى هو ده التواضع الحقيقي. إنما أبغض ثلاثة وبغضي لثلاثة أشد، أبغض المتكبرين وبغضي للفقير المتكبر أشد، لأنه هو فقير ومتكبر، وما لو استغنى كان هيعمل إيه؟ إذا كان فقير ومتكبر يبقى ده أصعب من الغني المتكبر، والاثنين مبغوضين عند الله، ولكن الفقير المتكبر أشد بغضا. سمعت محمد بن عبد الله الصوفي يقول، سمعت هلال بن محمد يقول، سمعت النقاش يقول، سمعت منانا المصري يقول: كنت بمكة قاعدا وشاب بين يدي، فجاء إنسان فحمل إليه كيسا فيه دراهم ووضعه بين يدي، فقال: لا حاجة لي فيه. فقال: فرقوا على المساكين. فلما كان العشاء رأيته في الوادي يطلب شيئا لنفسه، فقلت: لو تركت لنفسك مما كان معك شيئا. قال: لم أعلم أني أعيش إلى هذا الوقت. يبقى ممكن يؤتى الحكمة شباب صغير في السن. هذا شيخ كان جالسا مع شاب في المسجد، فجاءه أحد الناس تصدق على هذا الشاب بالناس لأنه باين عليه أثار قلة العرض، فأبى الشاب أن يأخذه، فقال: إن لم تحتاجه أنت الآن فخذه وتصدق به على من تشاء. فأخذه الشاب وفرقه من حاله. في آخر اليوم نظر إلى هذا الشاب في الوادي يعني في السوق، وجدوا يطلب من الناس شيئا يتكففه، يعني يطلب حاجة له. فقال له: طب كنت الأموال معاك كنت سبت حاجة تاكل بيها بالليل بدل ما تشرب، لو تركت لنفسك شيئا مما كان معك. قال: لم أعلم أني أعيش إلى هذا الوقت. هو شاب، والشاب تمدي عنده طول أمل، لسه في صحته بداية عمره، يمكن لما يبقى راجل كبير وخلاص عاجز كده تلاقي عنده قصر الأمل أسهل في قلبه من الشاب اللي لسه عنده طول أمل. يعني حقيقة الفقر إلى الله هي قصر الأمل، هو عايز يوحد. لأن أنت ليه أصلا بتعمل رصيد في البنك؟ وليه بتعمل أعمال كثيرة؟ تقول علشان أما أحتاج تبقى مركون على الحاجات. لما تحتاج يعني أما تعيش وتحتاج، يعني عندك أمل في الدنيا، يعني عندك أمل إنك أنت هتعيش مدة طويلة. يبقى أصل الفقر إلى الدنيا هي طول الأمل، وأصل الفقر إلى الله هي قصر الأمل، ببساطة يعني. وعشان كده يقول لك الفقير إلى الله ابن وقته، ابن وقت هو الوقت بس، ما يفكرش بعد ما يجوع هيبقى ياكل ايه، ملوش دعوه. لما ابقى جوع يبقى ربك يحلها، انا الوقت شبعان الحمد لله اقعد اعبد ربي اشوف ربي اقامني ايه. وده كان حال النبي، لما تقرا في سيره النبي صلى الله عليه وسلم تجده هكذا، كان صلى الله عليه وسلم يوزع الغنائم والفيء من الفجر الى ما قبل الظهر في مسجده الشريف صلى الله عليه وسلم، ثم يتلو النبي له خمس المغنم اصلا ملكه بتاعه ربنا تقول، قال له: الخمس ليك. وبعدين بالرغم من هذا كان يوزع خمسه والاربع خمس تانيين، فيدخل بيوت التسع صلى الله عليه وسلم بعد ما يوزع الذهب والاموال والضياع يوزعه، ويسال في بيوت التسع عن شيء يفطر به صلى الله عليه وسلم، فلا يجد فينمو صيامه. او نفس اللي عمله
يبقى هذا الشاب وارث محمد. ما فكرش لما كان في ايده المال الصبح بيوزعه انه يشيل بعض المال علشان يبقى ياكل منه بالليل، ما فكرش كده. فبيقول له ليه ما مشيتش؟ قال له والله لم اشعر ولم يكن عندي امل اني اعيش الا الليل. يبقى اصل الفقر الى الله اصله نابع من الثقه بالله وقصر الامل في الدنيا. ثقه بالله وقصر الامل في الدنيا. فاذا توفر في الانسان الثقه بالله وقصر الامل توفر فيه الفقر بكامله الى الله. انما كمان يقول لك طموحك ايه؟ طموحك يعني عايز تعمل ايه في المستقبل؟ هات كده كل الناس طموحك ايه؟ كل واحد يقول كل اللي هو عايزه. طب هل واحد منهم قال مثلا طموحي ان اكون من اهل الجنه؟ ما بيجيش باله. لكن ده عايز يبقى عنده كذا، وده عايز يبقى عنده كذا. طموحك ايه؟ اربي عيال. وانت اجوز عيال. وانت ايه ما كنتش متجوز؟ اتجوز. واللي اتجوز طموحك ايه؟ اخلف. واللي خلف اربيهم. واللي ربى اجوز. وبعد ما يتجوز طموحك ايه؟ ازود العماره اللي عندي تبقى عمارتين عشان اسيب حاجه لعيالي. يعني كده على طول على طول طلبات لا تنتهي. في كل مرحله طلبات لا تنتهي والطموح لا ينتهي وطمع الدنيا لا ينتهي. محدش خالص قال طموحي ان اكون مع النبي في الجنه زي الصحابي الشاب اللي كان يخدم النبي فقال له صلى الله عليه وسلم تمنى عليه. لم يكن عنده دار تأويه في المدينه، كان بيبات على باب بيت النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بيبات في الشارع ما عندوش حاجه. وكان حاتم يعني ما كانش عنده نعل، وكان ثيابه مقطعه، ولا يملك حتى سلاح يجاهد في سبيل الله، ولا فرس يركبه يجاهد في سبيل الله. وكان قاعد يعمل ينام على باب بيت النبي علشان لو النبي صلى الله عليه وسلم احتاج حاجه بالليل ينولها يخدم النبي. بس ده كل امله في الدنيا انه يخدم النبي. فالرسول صلى الله عليه وسلم لما لقى معاه كده بقى له عده ايام فقال له تمنى علي، عايز يكمل صلى الله عليه وسلم. فقال له اريد ان اكون معك في الجنه المكفر كامل. ما قالوش لا تملك عني ولا عربيه ولا فرس ولا سلاح ولا زودني يا رسول الله. وحاجات كلها حلوه بقى. يعني لما يقول له زودني ما هو حلو. دين بقى مش كده؟ الفرس ما هو حاجه دين برضه جاهد فيه في سبيل الله. لكن شوف شوف يعني الصحابه شباب الصحابه كان دين ابنه. همته حاجه ثانيه مش دنيا خالص. الدنيا دي مش لا يلتفت اليها لحظه. ولو حتى ليأخذها للدين. حتى لا يلتفت. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال هو غير ذلك، طب ما تطلب حاجه اقرب. ما انت لسه شباب وقدامك العمر. اطلب حاجه سريعه كده هو غير ذلك. يعني انت طلبت حاجه بعيده وصعبه المنال. قال له هي دي بس. هي دي. قال اذا اعني على نفسك بكثره لان كلما سجدت لله سجد رفعك درجه والنبي في اعلى درجه. فقال له كثر السجود بقى عشان تعلى اولى. عشان تعلى وتبقى معايا صلى الله عليه وسلم. فرق كبير بين شباب المسلمين الان وبين شباب الصحابه. تنظر نظره بسيطه وروح انت اي جامعه من الجامعات كده واقعد كده مع 1000 شاب. وتوزع لهم ورق كده واكتب كل واحد يكتب ما يتمنى. واجمع بقى وحط في الكمبيوتر وطلع احصاء هتلاقي كلها طلبات مش كده برضه؟ اللي عايزه تبقى فنانه واللي عايزه تبقى رقاصه واللي عايزه تبقى. انا فاكر واحنا صغيرين مره والله كنا في سنه ثالثه ابتدائي المدرس خد حصه فاضيه فجاء قعد يتسلم معانا لا الفصل عايز كده عايز يشغلنا باي حاجه عشان يسجلنا لحد ما فقال كل واحد يقعد ساكت ويقف يقول لي عايز يبقى ايه لما يكبر عشان يشغل عيله ولا اي حاجه. كل واحد واقف في الفصل اللي يقول انا ضابط وانا عايز ابقى طيار وانا عايز ابقى مش عارف تاجر وانا عايز ابقى كل واحد بقى يقول كده. قامت بنت قالت لي انا عايز ابقى رقاصه. ما يجراش حاجه هي نفسها تبقى رقاصه ما يجراش حاجه. دلوقتي معرفش راحت فين بقى الله اعلم. لكن ولا واحد فينا ولا واحد فينا قال له انا عايز ابقى عالم في الدين عايز ابقى حافظ قران. ولا واحد فينا قال له انا عايز ابقى على قرب النبي. ده دليل ايه؟ قصور البيوت لان احنا كنا صغيرين البيوت مش مربيانا
يبقى أملنا تبقى إيه؟ حقيقية. كل واحد كل بنت وأم بتلبس ابنها الصبح يلا روح يا ابني المدرسة يا رب أشوفك ضابط قد الدنيا، يا رب أشوفك دكتور قد الدنيا، فالواد يفضل يعلم اللي بتقوله له أمه وهي بتقول في المدرسة، واللي بيقوله له أبوه وهو بيذاكر له دروس. فلما يقول له تتمنى إيه؟ يتمنى اللي هو بيسمعه. ما حدش مثلا قال لابنه أنا عايزك تبقى حافظ قرآن، أنا عايزك تبقى عالم من علماء الدين، أنا عايزك تبقى على أخلاق النبي. فساعتها لما يجي المدرس يقول له أنت تتمنى تبقى إيه؟ افتكر على طول ما تربى عليه. وعشان كده الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إيه؟ أدبوا أولادكم على ثلاث خصال، حبي وحب آل بيتي وتلاوة القرآن. فلو اتربى الإنسان على ثلاث خصال ساعتها لما يقول له تحب تبقى إيه؟ هيقول حاجات ثانية، حاجات ثانية كتير. لكن على أي حال الفقير إلى الرابعة ما يقول له تحب تبقى إيه بكرة؟ عنده بكرة هي الآخرة، فيقول له بقى من أهل الجنة. لقصر أمل. بكرة بتاعت الفقير إلى الله هي الآخرة. أدي بكرة. شفت بقى المعنى الفقير؟ فالفقير إلى الله، لكن لما يقول بكرة بتاعته تبقى بعيدة يبقى هو مفتقر للأمل للدنيا. فهمت بقى المسألة؟ لكن الثاني مفتقر لربه. فالدنيا دي مالهاش سعر عنده، ليست لها نظر عنده. لكن الثاني مفتقر العمر، يقول بس لو طال بيا العمر ان شاء الله هبني جامع واعمل مش عارف ايه، بس لما ربنا يريحني كده. زي ما واحد جدي الله يرحمه كان مش عارف عنده راجل كده طباخ، بيقول له ما بتصليش ليه؟ قال له بحلني بقى لما ربنا يرزقني وابني جامع ابقى اقعد بقى اصلي فيه. لا هيرزق ولا يبني جامع بالطريقه دي. صلي دلوقتي وارضى بما اقامك فيه. انت هو انت بتشرط على ربك؟ ولو اداله بنى جامع مش مش هيعمل. دي الحقيقه. سمعت الشيخ ابا عبد الرحمن السلمي يقول سمعت علي بن مختار الخيرقي يقول، سمعت محفوظا يقول، سمعت ابا حفص يقول، احسن ما يتوسل به العبد الى مولاه دوام الفقر اليه على جميع الاحوال، وملازمة السنة في جميع الأفعال، وطلب القوت من وجه حلال. دوام الفقر إليه على جميع الأحوال يعني بالقناعة والتوكل، مش كده برضه؟ دوام الفقر إليه على جميع الأحوال لا تتحقق إلا بالقناعة بما أعطاك الآن، والتوكل عليه في الاستقبال. والقناعة والتوكل الاثنين يدوك مقام الرضا، لأن الرضا ما تحتاجش شروط. أنا يا رب اديني أموال عشان أرضي، اديني عافية عشان أرضي، ولو ما تدينيش هبقى متضجر. ما ينفعش ده ليه شروط، ده ما ينفعش. لازم تبقى مع الله، أنت عبد والعبد ما يشتغلش على سيده. وملازمة السنة في جميع الأفعال بالإسلام الحقيقي، الإسلام الحق والاستسلام لله على ما يريد، وطلب القوت من وجه حلال. الحديث اللي رواه الإمام مسلم وابن ماجه والترمذي نصه كده بالظبط، عشان تعرف إن العلماء دول تحققوا بأحاديث النبي فتشربوها ثم عبروا عنها بلغتهم بعدما تشربوها، فنطقوا بالحكمة، نطق بالحكمة، وربما ما سمعش الحديث لأنه تحقق بحقائق الدين. الحديث اللي رواه الإمام مسلم والترمذي وأحمد بن مسنده، قد أفلح من أسلم وكان قوته حلالا وقنعه الله. شوف، قد أفلح من أسلم وكان قوته حلالا وقنعه الله. يبقى هي الثلاث نقط اللي قالهم هم موجودين في الحلال في النص. وسمعته يقول، سمعت الحسين بن أحمد يقول، سمعت المرتعش يقول، ينبغي للفقير ألا تسبق همته خطواته، ألا تسبق همته همه خطوته، يعني ما عندوش أمل يخطو خطوة أخرى. هو ليه؟ معناه قصر الأمل اللي احنا كنا بنتكلم عنه. ألا تسبق همته يعني همه، يعني ما يبقاش قاعد دلوقتي ومهموم علشان مثلا بعد شهر هيجوز بنته، بعد شهر ده بعيد قوي، يبقى يحلها حلال. بعد شهر هيعمل مش عارف هيبيع ايه، هيشتري ايه،
يبقى ألا تخطئ كلمته خطوته، لأنه مشغول في وقته بربه. وسمعته يقول سمعت أبا الفرج والثاني يقول سمعت فاطمة أخت أبي علي الأخباري تقول سمعت أبا علي الأخباري، ده أخوها بقى، سمعت أخوها يقول كان أربعة في زمانهم، واحد كان لا يقبل من الإخوان ولا من السلطان شيئا وهو يوسف بن أصباط، ورث من أبيه 70,000 درهم ولم يأخذ منها شيئا وكان يعمل خوص بيده. يبقى دي أول واحد اللي هو يوسف بن أصباط، كان ما ياخدش حاجة من حد خالص، لا من السلطان ولا من الإخوان، حتى ورثه من أبوه ما رضاش ياخد حتى لا يستغل، أخذه وتصدق على باقي ورثته أو على الفقراء. وكان عايش ازاي؟ كان يعمل الخص يعني يبيع يبيع حبه خلاص، لكن ما ينصفش. ده اول واحد. واخر كان يقبل من الاخوان والسلطان جميعا، واحد ثاني كان ياخد اي مال يعرض عليه من السلطان ياخده من الاخوان ياخده، وهو ابو اسحاق الفزاري، فكان ما ياخذه من الاخوان ينفقه في المسؤولين الذين لا يتحركون، والذي ياخذه من السلطان كان يخرجه الى مستحقين من اهل طرسوس. والثاني كان ياخذ من اي مال يجيله ياخذ، متحقق بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ما جاءك بغير مساله هو رزق ساقه الله لك. كده برضه قال كده سيدنا عمر سيدنا رسول الله، ما جاءك بغير مساله يعني دون استشراف نفس فهو رزق ساقه الله لك. فالسلطان يديله حاجه ياخذها، والاخوان يديله حاجه ياخذها، وما ياخذهمش النفس. اللي ياخده من مال السلطان يعتبره ده من بيت مال المسلمين فينفقه على فقراء طرسوس، واللي ياخده من الاخوان ده حلال صرف يديه للعباد اللي هم متفرغين لعباده الله عز وجل. يبقى كانه ياخذ لا لنفسه بل ياخذ لله. والثالث كان ياخذ من الاخوان ولا ياخذ من السلطان، ما كانش ياخد من مال السلطان لان مال السلطان داخل فيه ظلم، ظلم ما رضاش ياخد، لكن ياخد من الاخوان، وهو عبد الله بن المبارك، وكان ياخد من الاخوان ولا يكافئ ويكافئ عليه. كان ياخد من الاخوان ويكافئ عليه، يعني لما ياخد من حد حاجه يجامله بهديه. عبد الله بن المبارك كان لا يريد ان ياخذ مال السلطان لانه كان يعني اهل فتوى، فاذا اخذ من السلطان ممكن اخذه من السلطان يؤثر في فتواه، فكان يحاول ان يحافظ على هذا الامر. الثلاث انواع اللي فاتوا دول كلهم ناس عاليين، لكن كل واحد له وجهه نظر. الاول يعتمد على الله تماما لا ياخذ من السلطان ولا من الاخوان ورايح نفسه، والثاني ياخذ من الاثنين ولا ياخذهم لنفسه بل ينفقهم، والثالث لا ياخذ من السلطان حتى لا يؤثر ذلك على فتواه وقضائه، وياخذ من الاخوان ويكافئ، والرابع كان ياخذ من السلطان ولا ياخذ من الاخوان. الله، ده بالعكس، ياخذ من السلطان ولا ياخذ من الاخوان، وهو مخلد بن الحسين، كلهم اولياء كبار لكن كل واحد له وجهه نظر. كان يقول السلطان لا يمن والاخوان يمنون، بدل ما اخذ من الاخوان وكافئهم وانا فاضي حكافي حكافي من مين؟ فريح نفسه ما رضاش ياخذ من الاخوان عشان يستريح من انه يرد ليهم الهدايا، وبقى ياخذ من السلطان، ولكن السلطان ما بيمنش لانه اصلا ما بيدينيش من ماله، ده من مال المسلمين، فياخذ منه ويتصدق. يعني الثلاثة لهم وجهات نظر، ومن هنا عليك ألا تسيء الظن بجميع علماء المسلمين. تتعلم كده، هو الصوفي كده، لا يحسن الظن بجميع المسلمين. اللي بياخد من السلطان يحسن الظن بيه، واللي ما بياخدش يحسن الظن بيه، واللي بياخد من الإخوان والسلطان يحسن الظن، واللي ما بياخدش خالص وهكذا. يبقى عندك جميع الاحتمالات وكلهم أولياء كبار. يوم تخليك إيه؟ ما تعبش حد من المسلمين. ولا تسيء الظن بأحد من المسلمين. مش تقول ايه دول علماء السلطه، الكلمه دي يكررها كثير من الناس، ما يصحش.
مين قال لك ان هو عالم سلطان؟ هو علشان جلس السلطان يبقى عالم سلطان. ربما جلس السلطان لينصحه، ربما جلس السلطان ليكون سببا ووازع خير له، يحاول ذلك وقد يفلح وقد لا يفلح، ربما يجاهد في ذلك. هل انت اطلعت على قلب انه جلس السلطان محبة في السلطان ولو في الظلم وظلم العباد؟ هل اطلعت على قلبي؟ فعليك ان تحسن الظن بكل المسلمين. وعيب اللي بتقوله بقى على مشايخ، المشايخ الكبار اللي هم واخدين مناصب كبيره، يقول لك ده مفتي السلطه، ده الشيخ ده بيفتي كده علشان يرقوه، وانت قاعد كده ترتكب يعني اسم شديد لا يعلم مدى الا الله ولا يعلم شؤمه الا الله، لانهم كلهم اهل القران. يكفيهم شرفا انهم يحفظون القران في قلوبهم وانهم من اهل العلم، فيكفيهم شرفا انهم من اهل العلم وانهم اصبحوا رمزا للدين، والعيب في رمز الدين عيب في الدين. عملوا اعمال انت مش عارف تفسرها، حسن الظن يعني. او في واحد يقبل من السلطان ولا يقبل من الاخوان، يقول ده بياكل اموال الناس ظلما، ده ما عندوش ورع، وهو اتضح انه كان بياخد من السلطان لان السلطان لا يمن، وكان ياخذ من السلطان يعطي للناس. فانت شفت اخذي ولم ترى عطائي ولم تنظر لقلبي حين ياخذ، فازاي تظلمه؟ فعلشان كده قراءه احوال الصالحين تعلمك ازاي تلتمس العذر للمسلمين، وتعلمك ازاي تتواضع وتعرف انك انت اسوأ خلق الله، وتعرفك انك انت اوحش خلق الله. فلما تعرفك كده، اول ما تعرف انك انت وحش دي بدايه الصلاح، انما اول ما ترضى عن نفسك دي بدايه الابلس. هي ابليس اول ما تابلس عمل ايه؟ كان بدايه ابلسته يعني ايه؟ انه كان راجع عن نفسه، يعني بدايه ابلسته وخروجي عن عباده ربي رضا عن نفسه، انا خير منه خلقتني من نار وخلقتني، دي بدايه الابلس. فانت دلوقتي عليك انك انت يعني تسيء الظن بنفسك ولا تسيء الظن بالناس؟ لانك لو احسنت الظن في نفسك واسات الظن بالناس فقد ابلست. تبقى ماشي على مذهب ابليس، ما تقولش انا شافعي ده، قول انا ابليس. ده مذهب هو الذي اشاع الرضا عن النفس بين الناس، والرضا عن النفس هي راس كل خطيئه، لانك عمرك ما هتصل بعد ذلك وانت راض عن نفسك انك انت تحسن نفسك. تحسنها ليه؟ ما هي على احسن ما تكون بنظر. سيدنا ابو بكر الصديق كان يرى نفسه اقل الناس، وسيدنا عمر كذلك، وهم على رؤوس الامه. سيدنا عمر يقول لو نادى مناد يوم القيامه على رؤوس الاشهاد كل اهل الموقف في الجنه الا واحد لظننت انه عمر. طب ليه ما قالش يبقى فرعون؟ ليه ما قالش يبقى هامان ولا قارون؟ لانه هو يرى نفسه، بيتهم نفسه في كل لحظه. لأن النبي صلى الله عليه وسلم رباهم على ولا تزكوا أنفسكم وأعلم من التقوى، رباهم على قوله صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم مدحين فاحثوا في وجوههم التراب، رباهم على هذا. إنما إحنا تربينا على إيه؟ على مذهب فطوس، وأنا هقطع نفسي، أنا مفيش أحسن من كده، مذهب وأنا هقطع نفسي دي يعني معناه إن هو عمل كل حاجة بقى يخش ينام وضميره مستريح، وهو ما عملش حاجة أصلا. فرق كبير بين التربيه دي والتربيه دي. وربك في القران اكثر من ايه؟ ولا تزكوا انفسكم. سمعت الاستاذ ابا علي من كقاب يقول جاء في الخبر من تواضع لغني لاجل غناه ذهب ثلث دينه، انما كان ذلك لان المرء اصل هيتواضع للغني من اجل غناه، يعني عينه على عطاء الغني مش عينه على عطاء الله، يعني حط امله في الخلق دي المصيبه، والدين انك تحط املك في الله مش في الخلق، مش كده برضه؟ هو ده الدين، الدين انك انت تسلم الى الله، يعني تستسلم اليه، ترضى عنه، تعلم انه هو الرزاق، انه هو المعطي، انه هو المانع، انه هو الضار، انه هو النافع، هو ده الدين. من تواضع لغني لاجل غناه ذهب ثلث دينه، انما كان ذلك لان المرء بقلبه ولسانه ونفسه، فاذا تواضع لغني بنفسه ولسانه ذهب ثلث دينه،
فلو اعتقد فضله بقلبه كما تواضع له بلسانه ونفسه ذهب دينه كله. وقيل اقل ما يلزم الفقير في فقره اربعه اشياء: يا من العين يفتقر الى الله لابد ان يتسلح باربعه اشياء عشان يكون مفتقر الى الله: علم يسوسه، لان اسوا حاجه يبقى انسان فقير وجاهل بعلم الدين، لانه هنا هيقع في الحرام الصرف، يبقى لازم طالما هتكون فقير بقى الى الله لابد يبقى عندك علم يسوسك، يعني يقودك في احتياجك الى الحاجات التي ارادها الله سبحانه وتعالى ارادك فيها، لان الله خلقك محتاجا للطعام وللشراب وللمأكل وللملبس وللمنكح وكل هذه الاشياء محتاجه اموال. فاذا لم يكن عندك علم لا تستطيع ان تصبر عن فقر، فتقوم ضاع في الحرام تصبر. وعشان كده اول حاجه يتسلح بها الفقير ان يتعلم العلم الاول عشان يعرف الحلال من الحرام، يعرف الواجبات، يعرف كيف يتورع ومتى يتورع، ويعرف علامات الصح وكيف يتخلق به. وورع يحجزه، وورع يحجزه عن المحارم، ودي اصلا ثمره العلم الاول. الورع يعني يمنعه عن الوقوع في الحرام. وكيف يعرف الحرام من الحلال؟ لابد ان يتعلم، يبقى لابد يبقى علم الاول. ويقين يحمله، يقين يعني ثقه في الله تحمله على عباده ربه. لان لو انت مهتم بهم الرزق وهم الخلق كل ما تيجي تصلي هيبقى الهم ده في قلبك يشغلك عن صلاتك يشغلك عن عبادتك فتلتفت اليه. تحاول تيجي تذكر ربك يوم يلح عليك خاطر الرزق، يلح عليك خاطر الاهتمام بالخلق او انتظار النفع او المضره من الخلق، فتعكن عليك ذكرك وعبادتك. فلابد يبقى عندك يقين يحملك على عبادة ربك مع قيام الحاجة فيك. وهذا اليقين هي الثقة بالله. وذكر يؤنسه، وذكر لله يجعل أنسه بذكر الله وليس أنسه بتدبير أحوال نفسه بنفسه. مش يقعد بقى يفكر نعمل ايه نعمل ايه، اه اروح لفلان الراجل ده انا بشوفه كتير بيتصدق على الناس يمكن يرد منه حاجه، يعني قاعد يفكر ويحتال على رزقي عن طريق النظر في احوال الناس لا النظر في احوال الله مع عباده. لكن لابد ان يبقى عنده ذكر يؤنسه بربه، علم يسوسه، ورع يحجزه، يقين يحمله، وذكر يؤنسه. وقيل من اراد الفقر لشرف الفقر مات فقيرا، ومن اراد الفقر لئلا يشتغل عن الله عن الله تعالى مات غنيا. من اراد الفقر لشرف الفقر مات فقيرا للمقام الفقر نفسه. من اراد الفقر الى الله لشرف هذا المقام مات فقيرا لهذا المقام لا لله. زي عبد الكرام قاعد يتعبد كتير ويقول لك عشان نقرا الاولياء كتير كان لهم كرامات احنا ما حصلناش حاجه، وقاعد يتعبد يصوم ويعمل عايز بس ايه يمشي على الميه وينط في الهواء. يا اخي ما هو احقر منك ما هو بيطير في الهواء. انت مش خليفه الله في ارضه ابن الانبياء؟ طب ما العصفوره بتطير في الهواء. مين احسن من العصفوره ولا الانسان؟ الانسان يعني لو طفت في الهواء هتبقى عصفوره يعني؟ هتبقى ادنى مما انت وانت على الارض، انت وانت على الارض كده مقامك عالي، انت عبد لله. عايز تبقى عصفوره؟ عايز تحقر نفسك؟ طب ولا عايز يعني تمشي في الميه؟ طب ما هو السمكه ماشيه في الميه طول النهار. عايز تبقى سمكه؟ ما انت انسان ارض. انت انسان ارض. شفت بقى ان هو عبد الكرامه ده حقير ازاي؟ عبد الكرامه حقير، اصل متصور ان هو عايز يعمل حاجه ما بيعملهاش غيره، علشان كده تقوم الناس تسقفه. ويجيبوه في مواقف وطرائف ويشتهي. ويجيبوه بعد كده ويصوروه في الصحافه والناس تجتمع ويبقى حاوس. ما ينفعش. يبقى هو بيعمل عايز الكرامه عشان الشهر عشان نفسه. لا. يبقى انت كده عبد للمقام. عبد للمقام مش عبد للمقيم. افهم. عبد للنعمه مش عبد للمنعم.
من أراد الفقر لشرف الفقر مات فقيرا، يعني فقيرا للمقامات لا لأهل الله. ومن أراد الفقر لئلا يشتغل عن الله مات غنيا بالله. من أراد الفقر أساسا لله حتى لا ينشغل بشيء إلا بالله، جمع همته كلها في الله، هو الذي يقوم بأمره. ربك سبحانه وتعالى يدبر الأمر يفصل الآيات، يدبر الأمر يفصل الآيات. يعني تعلم بقى قاعد تدبر انت تعمل ايه. وعشان كده سيدنا ابن عطاء الله ليه كتاب قيم عظيم اسمه التنوير في إسقاط التدبير. التنوير في إسقاط التدبير، لو قرأت بهذا الكتاب بتباعد هيخرجك ببركة مؤلفه من حر التدبير إلى برد التسليم لله عز وجل. طلبا لمقام الفقر لشرف هذا المقام يبقى مات فقيرا لهذا المقام. يبقى لم يطلب الكرامة، يطلب المنزلة للمنزل، يطلب النعمة للمنعم، يطلب الجنة لا خالق الجنة. ودي مقام مختلف عن المقام. وقال المزين كانت الطرق الموصلة إلى الله أكثر من نجوم السماء، فما بقي منها طريق إلا طريق الفقر وهو أصح الطرق. فممكن تصل إلى الله بكل طرق الطاعات. طلب العلم يوصلك إلى الله، بس طريق طلب العلم فقط دون السلوك وتهذيب النفس مليان أفات، مليان أفات الكبر والغرور والمناصب وحب الظهور وحب الغلبة وحب إقناع الخصم، لأن طريق العلم كده، وحب الظهور على الإخوان والحصول على الشهادات والمناصب، يبقى مليان أفات مليان قواطع. أنت ممكن تصل إلى الله سبحانه وتعالى بالأموال، تتصدق وتبني المساجد وتبني المستشفيات وتربي الأيتام، طريق يوصل إلى الله بكثرة الأموال، لكن مليان قواطع. انشغالك في تدبير هذا المال قاطع، تعلقك بهذا المال قاطع، انشغالك بنفقته بعد اكتسابه قطع آخر. ثم بعد ذلك مع هذا كل المال يدخل في قلب صاحب المال الغرور وعدم الثقة بالله، فهي كلها قواطع. ضامن انت بقى انك انت تصل الى الله من طريق المال وهي مليان قواطع؟ ضامن تنجح في كل الاختبارات دي؟ مش ضامن. حفظ القرآن طريق وصل إلى الله وإتقانه. طيب ضامن أنت بقواطع هذا الطريق؟ لما تيجي تقرأ كده ولا تخطئ تقول ما أحلى قراءتي، ما أجمل حفظ، ما أشد إتقاني، ثم تتحدى إخوانك. أذكر لي الآيات التي يقول فيها الله سبحانه وتعالى بعدها كذا، إن للمتقين جنات وعيون، تكررت كم مرة؟ ويقعد بقى إيه ينزل الموكل ويزنوا الناس في الأسئلة، قواطع حب ظهور. يبقى وبعدين إذا كان الطري بالصوت الجميل بقى كمان يا قاطع أشد، يقعد طول النهار يحسن في صوته عشان الناس تقول كمان يا فضيلة الشيخ، ويبقى راجل قارئ صغير عظيم يدفع له الآلاف الجنيهات علشان يقعد يقرا ربع ساعة وثلث ساعة ومحبوس ساعة وبالوقت، لأنه عنده الحتة الفلانية بتاع وليلة هنا وليلة هنا. قواطع كثيرة، مع ان الطريق القرآن يوصل لكنه قواطعه كثيرة، مش كده برضه؟ كل الطرق هكذا، فالطرق الموصلة الى الله بعدد نجوم السماء، لكن ايه الطريق اللي هو اقل قواطع ممكنة؟ هو الفقر الى الله، ده اللي قواطعه ضعيفة قليلة، ده طريق مهجور ما تلاقيش فيه حد يشغلك. انما الطرق التانية مليانة كافيتريات ومليانة سوبر ماركتس ومليانة حاجات وهدايا، هتقعد طول النهار تتفرج وطول النهار تنزل من هنا لهنا من المحطة دي للمحطة دي تتفرج، وتطلع لك من هنا مانيكان ومن هنا مش عارف حاجة بتنط وهنا حاجة بتلون وحاجة بتنور ونخلص، مش هنخلص. انما التاني طريق الفقر الى الله ده طريق مهجور، مفيش حاجة تلتفت فيها. تلتفت على ايه؟ هتشوف فيها ايه؟ كله افتقار وتجرد، فده اضمن طريق. فهمت كلام الشيخ؟ عشان كده بيقول لك كانت الطرق الموصلة إلى الله أكثر من نجوم السماء، فما بقي منها طريق إلا طريق الفقر وهو أصح الطرق لسلامته من الآفات والقواطع. ف
سمعت محمد بن الحسين يقول، سمعت الحسين بن يوسف القزويني يقول، سمعت إبراهيم بن المولد يقول، سمعت الحسن بن علي يقول، سمعت النوري يقول، نعت الفقير يعني صفة السكون عند العدم والإثار عند الوجود، عند العدم أو عند العدم يعني عدم الشيء أو عدم الشيء. يبقى لما يكون ليس عنده شيء من الدنيا يبقى ساكن، قلبه ساكن مطمئن ثقة في الله. يبقى السكون عند العدم ناتج عن الثقة في الله. لكن تصور انت ما عندكش حاجة، على الحديدة والحديدة بعتها، تبقى قاعد قلبك مضطرب الآن زعلان مهموم، هعيش ازاي انا وعيالي، هنضيع وهنمد ايدنا للناس وقاعد الآن. لكن الثاني الفقير الى الله ساكن مش مضطرب، عند العدم ليه ساكن، ليه ثقة في الله ورضا بما اقاموا فيه. وإذا أعطاه يوم يؤثر الناس يعطي، والإيثار عند إيه؟ عند الوجود. لما ربنا يديله يدي الغير، لما ربنا يديله بقى يروح مدي الغير، يبقى ده علامات الفقير كده. ليه لما ربنا بيديله بيدي الغير؟ لأنه غنى بالله. وليه لما ربنا ما بيديلوش بيبقى مطمئن؟ لأن ثقته في الله، فهو واثق في الله مستغن بالله. فثمرة الثقة بالله، الثقة في الله والاستغناء بالله هي أصل الفقر إلى الله. كلها معان واحدة، ولكن كل يعبر عنها بما عاشه واستشعره في حياته مع الله. سئل الشافعي عن حقيقة الفقر فقال: ألا يستغني العبد بشيء دون الله عز وجل، ألا يستغني العبد بشيء دون الله عز وجل، ولا حتى بعبادته، ولا حتى بما فعله من حسنات. ما يقولش يا رب هدخل الجنة بصلاتي وإيماني وطاعتي لك، لا برحمتك، لأن كل ما منك برد فهو منه سبحانه وتعالى إيجادا وخلقا وتوفيقا. فإذا كان منه أصلا فكيف تنسبه لنفسك؟ كيف أترجم لك بمقالي وهو منك برد إليك؟ أم كيف تغيب عنك أحوالي وهي قد قامت إليك؟ لأن كل حاجة من الله. أدي معنى وإياك نستعين، أدي معنى وإياك نستعين. إياك نعبد أي في الظاهر في الصورة نعبد، وفي الحقيقة أنت الذي فعلت ذلك على جوارحي. فالنعمة منك وإليك، وما بكم من نعمة فمن الله. فإذا كانت العبادة نعمة ومعرفة الله نعمة فهي من الله، فليس منك شيء. وسمعته يقول، سمعت منصور بن خلف المغربي يقول، قال لي أبو سهل الخشاب الكبير: الفقر فقر وذل. شوف كل واحد يتكلم عن الفقر بقى من جهة، واحد يقول له الفقر فقر وذل، وذل لله يعني، فقر إلى الله وذل لله. فقلت لا، بل فقر وعز. ذل ايه؟ فقر وعز يعني عز بالله. فقال فقر وترى، قال ده فقر وتواضع يعني، ترى يعني تواضع. فقلت لا، بل فقر وعرش، ده فقر ورفعة وعز، عز بالله. كلها معاني متقاربة، لانه قلت لك سبحان الذي جمع كل ما تناقض من معان في قلب المؤمن فوفقه ان يضع كل معنى في موضعه. فأنت فقير غني وأنت عزيز ذليل في آن واحد. كيف لا أفتقر إليك وأنت الذي في الفقر أقمتني، وكيف لا أستغني منك بك وأنت الذي بجودك أغنيتني، وكيف لا أذل وأنت الذي في الذلة أركزتني، وكيف لا أستعز وإليك نفذتني. فكل حاجة تلاقيها موجودة، لكن ازاي تحط كل معنى في مقامه ومكانه. فانت ايها الانسان فقير غني، عزيز ذليل، ضعيف عاجز قادر، جاهل وعالم. فانت في علمك جاهل
وفي جهلك في علمك جاهل وفي جهلك عالم، أي في استشعارك بجهلك يعلمك الله سبحانه وتعالى، واستشعارك بعلمك هي علامة جهلك. ولذا كانوا هم يحبوا يلعبوا بالألفاظ دي الأولية عشان ينشطوا في المريدين المعاني المتناقضة كيف يركبونها في أماكنها المناسبة. فواحد يقول له الفقر فقر وذل، الثاني يقول له لا فقر وعز، الثاني يقول له فقر وثرى يعني طوال، يقول له لا فقر ورفعة، فقر وعرش. سمعت الأستاذ أبا علي الثقفي يقول سئلت عن معنى قوله صلى الله عليه وسلم كان الفقر أن يكون كفرا، فقال فقلت آفة الشيء وضده على حسب فضيلته وقدره، فكلما كان في نفسه أفضل فضده وآفته أنقص، كالإيمان لما كان أشرف الخصال كان ضده الكفر، فلما كان الخطر على الفقر الكفر بالله دل على أنه أشرف الأوصاف. يعني كاد الفقر لغير الله أن يكون كفرا بالله، فلما كان الفقر لغير الله وأشد الخصال تماما فيكون الفقر إلى الله، الفقر إلى الله هي أفضل الخصال مدح. سمعت الشيخ أبا عبد الرحمن السلمي يقول، سمعت أبا نصر الهروي يقول، سمعت المرتعش يقول، سمعت الجنيدي يقول إذا لقيت الفقير فألقيه بالرفق ولا تلقاه بالعلم فإن الرفق يؤنسه والعلم يوحشه. فقلت له يا أبا القاسم وهل يكون فقير يوحشه العلم؟ فقال نعم، الفقير إذا كان صادقا في فقره فطرحت عليه علمك ذاب كما يذوب الرصاص على النار، لأن الفقراء أصحاب أحوال منشغلين بمراقبة قلوبهم، وأصحاب العلم أصحاب أدلة والدليل جامد والحال متغير، الدليل جامد مستمر كده دليل ما يتغيرش، لكن حالك أنت مع الله متغير لأنك طبيعتك متغيرة. فإذا قبلت الفقير المنشغل بأحواله لجمودة العلم وجمودة أدلته ما يستحملكش يتعب. يعني مثلا الشاب اللي هو جاءه مال في الصباح فتصدق به كل، ثم بعد ذلك تكفف الناس في المساء ليطعم، لو قابلته أنت بالعلم وقلت له كان الأولى بك أن تترك بعض المال، والرسول صلى الله عليه وسلم كان يخزن طعاما لبيته لمدة عام، هذا العلم تقول ما يتحملش منك هذا. ليه؟ لأن العلم يصدم حاله، لأن أنت بتقول له الرسول كان بيعمل كده، بس الرسول كان حاله وهو بيخزن المال ده كان متعلق بالمال، أنا حالي مختلف، أنا لو خزنت هبقى متعلق بالمال، فأنت بتجيب لي العلم منابل لحالي، فهمت إزاي بقى؟ وعلشان كده أنت تعذره في حال، تقوم إيه؟ لما تشوفه كده تسلم له الأمر، لأنه ما زال له تعلق بالدنيا فأراد أن يتخلص منها حتى لا ينظر إليه. أما النبي حينما كان يخزن طعام بيته وأهل بيته وزوجاته لمدة عام كان يفعل ذلك مع عدم تعلقه به صلى الله عليه وسلم، فحال النبي مختلف عن حاله، والدليل والبرهان واحد جامد لكن الحال مختلف. فهمت المسألة؟ وعشان كده الفقير لازم إيه؟ لازم تعذره، لازم تعذره. يعني تشوف واحد مثلا الصلاة الجماعة أقيمت وكل الناس دخلت تصلي وهو قاعد بره ما بيصليش، وشكله عليه علامات الفقر كده وإن هو واقف حاله العبادة طبعا، فتقوم تسيء الظن دي، تيجي تقول له يا أخي الصلاة قيمة يا أخي قوم صلي يا أخي، ترك صلاة الجماعة يا أخي حرام وعامل فيها شيخ، تتعبه كده كده أنت تتعبه، لأن ربما يكون هو استيقظ صباحا ووجد نفسه مختلف ووجد في ثوبه بعض النجاسات وما عندوش غيار، واحد مستني الميضة تخلص لما الناس تخلص الجماعة الأولى علشان يخش يستحمى ويصلي. إيه رأيك بقى؟ مش ممكن يكون كده؟ فتقوم أما تيجي تكلمه كده تكسر خاطره، هو منشغل بحاله وأنت منشغل بالعلم. فهمت بقى المسألة؟ فتجد إن الحال أحيانا يناقض العلم،
لان العلم بيتكلم على حال معين وهو لحاله مش مرتبط بهذه المسألة، ده هو حاله في حتة ثانية وجهة ثانية. افهم المسألة، ده يعلمك انك انت تعذر الناس، ده يعلمك انك تعذر الناس. الامام مالك صاحب المذهب المشهور يقال انه ظل اكثر من 10 سنوات لا يصلي الجماعة. الامام مالك يمكن انت لو سمعت كده ما تقدرش تقرا فاضيين. وسألوه بعد تلامذته كده اللي تجرأوا عليه شوية، كان هو يعني عظيم الهيبة، الناس كانت تخاف تسأله في الأمور الخاصة دي. فواحد كده تجرأ عليه وقال له يا إمام يعني أنت ما تصليش الجماعة مع الناس؟ قال ليس كل عذر يقال، يعني ربما عندي عذر وأنا مش عايز أقوله لك يا أخي، ولازم كل عذر أقوله لك. يمكن عنده انفلات ريش، يمكن بقى ده انحبس البول بقى بيسبب فما ينفعش يروح يصلي مثلا. يعني لازم انا اقول لك ان انا يعني بعمل على روحي علشان تعذرني، يعني ما تسيبني في حاجه. ادي معنى ان الفقير لهم احوال، فلو كلمتم العلم تصدمه، يوم يدك الرصاص يزعل ياخد على خطر لانك لم تراعي حاله نفسي. فهمت بقى المساله؟ الخلاصه انك انت تعذر كل الناس وما تعذرش نفسك، لكن انت بتعذر نفسك وتطعن في كل الناس، مش كده برضه؟ لا لا، غير بقى نفسك، غير نفسك تاني وعيد حياتك من اول وجديد، لان انت كل السنين اللي فاتت دي غلطان، لانك انت طول السنين دي كلها كل الناس ظلماك وانت مظلوم، ولو تدور تطلع انت اللي ظالم، ونوم الظالم عباده، يبقى نام احسن. يعني هو وهو سخن، يعني سخن يوضع تمره في اضعف قلبه، سخن يقول لك انا مظلوم انا طول عمري منكسر، وهو كاسر قلب. هو اللي هو انا على فكره، انا بكلم نفسي، بكلم نفسي. وسمعته يقول، سمعت ابا عبد الله الرازي يقول، سمعت مظفر القرمصيني يقول، الفقير هو الذي لا يكون له الى الله حاجه. يعني ايه؟ ليس له مع الله تعلق. مش معنى كده انك انت ما يسالش ربه، لا بيسال ربه بس بلا تعلق شهوه، بيسال ربه لاظهار كمال العبوديه. ادي معنى، هو بيكلم القلوب هنا مش بيكلم الالسنه. اللسان عبادته السؤال، والقلب عبادته الرضا والقناعه. اللسان ربنا تعبدك انك تساله لسانك، وبقلبك تتعلق بيه وترضى. فهمت؟ هو بيكلم هنا الاحوال. قال الاستاذ ابو القاسم، وهذا اللفظ فيه ادنى غموض لمن سمعه على وجه الغفله عن مرمى القول، وانما اشار قائله الى سقوط المطالبات وانتفاء الاختيار والرضا بما يريه الحق سبحانه. وقال ابن خفيف، الفقر عدم الاملاك والخروج من احكام الصفات، اللي هو ما بكم من نعمه فمن الله. الصفات دي اعراض، والملك الاشياء الملك دي اعيان، مش كده برضو؟ اعيان يعني اشياء تراها بعينك تحسها، والاعراض دي اشياء ليست لها جسم ولكن تظهر في الانسان، دي اسمها الاعراض، اللي هي الصفات النعوت. الفقر عدم الاملاك يعني لا يضيف لنفسه ملك شيء، لان كل ما معك هو من الله، جعلكم مستخلفين فيه. والخروج من احكام الصفات، لا يدعي لنفسه حال ولا مقام، ولكن هو بتوفيق الله. وقال ابو حفص، لا يصح لاحد الفقر حتى يكون العطاء احب اليه من الاخذ، وليس السخاء ان يعطي الواجب المعدم، انما السخاء ان يعطي المعدم الواجب. يا الله، الفقير الى الله حاله انه هو محتاج ربه في كل لحظه، ولا شك انت وانت تاخذ في تعلق بما تاخذ، ففي لحظه الاخذ انتفاء الفقر الى الله في لحظه الاخذ، وعلشان كده يحب يعطي اكثر ما ياخذ، لانه عند العطاء فيها التوكل على الله، التبري مما في اليد.
عند العطاء فيها التبري مما في اليد الذي يشغله عن الله، ولكن عند الاخذ فيها التشوف لما ياخذ فيضر الفقر. وعلى شكل بيقول لا يصح لاحد الفقر حتى يكون العطاء احب اليه من الاخذ. عشان كده لما حبوا يمدحوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في حال اعطائه للناس كان يقول ايه؟ تحسبه من شده بشاشته انه اخذ ما يعطيه. طيب يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يوزع على الفقراء والناس الحاجه من كثر بشاشته وهو يعطي كان هو هياخد اللي بيعطيه مش بينفق اللي بيعطيه. فهمت بقى المعنى؟ لان النبي عنده العطاء احسن من الاخذ. يبقى حال العطاء يبقى عنده انشراح صدر، وحال الاخذ خايف لينشغل بما ياخذه عن الناس. لكن انت تنبسط عند الاخذ وتنقبل عند العطاء يبقى لازم تغير تنبسط عند الاخذ. حتى لما الواحد يبقى مأخوذ كده تروح ايه مديله شويه قرشينات كده رزق فلوس ايه انفرجت اساريه، واول ما تقول له اديني الفلوس اللي عندك تنقبل اساريه. عكس بالعكس، انما الثاني اول ما يجي له المال يبقى سعيد وهو بينفق، ولو هو بياخده يبقى خايف يا ترى حقه من حلال وهنفقه في ما يرضي الله ولا هيشغلني، يبقى شايف المال ده عقربه خايف بالدم. ليس السخاء ان يعطي الواجد المعدم، انما السخاء ان يعطي المعدم المعدم الواجب. خد بالك انك انت لو اخذت الشيء متشوفا اليه تبقى مفتقد اليه، اما لو اخذته بغير تشوف يبقى انت ايه؟ برضه فقير الى الله. يعني ان يعطي المعدم الواجب فلا يقبله متشوفا اليه. سمعت محمد بن الحسين يقول سمعت عبد الواحد بن بكر يقول سمعت الدقي الدقي حي عندنا في حي الدقي زي ما بيسالوا طلب الجامعه في برنامج في التلفزيون اللي بيسالوا الجماعه الطلبه كده تعرف يعني ايه؟ بيقول له تعرف يعني احمد ورابي؟ قال له ده في المهندس. تصور والله حصل في برنامج في التلفزيون طالب في جامعة تعرف ايه يا ابني عن احمد عرابي؟ يقول لك ميدان في المهندسين. ولا حول ولا قوة الا بالله. يقول سمعت الدقي يقول سمعت ابن الجلاء يقول لولا شرف التواضع لله لكان حكم الفقير اذا مشى ان يتبختر. يعني لولا ان التواضع لله حاجة جميلة لو الانسان مفتقر الى الله كده بس مش متعلق بشيء يمر على الدنيا كلها كده شبه الملك مستغني عنه. يعني لو كان هناك خلق يتمدح به ويحتمل الانسان ان يستعز به صحيح انه يفتقر الى ربه. ربك سبحانه وتعالى ضرب مثلا عبد فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان؟ الانسان لما يتعلق قلبه باشياء كثيره يبقى زي العبد اللي ليه شركاء كثيره متشاكسين. فيبقى ايه؟ يبقى تعبان همته كلها متنازعة. ولكن لما يخلي كل امره في يد واحد بس هو الله وعبد ورجل سلما لرجل هل يرتواني مثلا؟ وقال يوسف بن عفان منذ 40 سنة ما ملكت قميصين. كانوا متقللين عشان كده ما يحتاجش عنده ايه يعمل دولاب كبير ودولاب بلاكار وصندوق خزين والسرير كمان يعمله مش عارف يسموه ايه السرير الصحاره يعمل ليه عادي يخزن مش حاجه يرميها ابدا. لكن هم ما احتاجوش الحاجات دي. عنده القميص سائل قميص ساعد عايز يبقى من غيره اللي بيطلع ده متصدق بيه وجايب الدين اللبس. هو على طول عنده قميص واحد سهل. وقال بعضهم رأيت كأن القيامة قد قامت. وقيل أدخلوا مالك بن دينار ومحمد بن واسع الجنة. الاثنين كانوا من زحال عصرهم ومن عباد عصرهم. فشاف في المنام إن القيامة قامت وسمع منادي بيقول أدخلوا مالك بن دينار ومحمد بن واسع الجنة. فنظرت أيهما يتقدم، مين يدخل الأول؟ فتقدم محمد بن واسع.
فسألت عن سبب تقدمي فقيل لي إنه كان له قميص واحد ولمالك قميصان. قال لي قميص واحد ما تحسبش، قال لي أبو حسين اتحسب على القميص الثاني فتأخر شوية. ربنا ينجيه. وقال محمد المسوحي الفقير الذي لا يرى لنفسه حاجة إلى شيء من الأسباب، يعني لا يفتقر لشيء من الأسباب، هو الفقير الصحيح مفتقر لربه بس. وسئل سهل بن عبد الله متى يستريح الفقير، فقال إذا لم يرى لنفسه غير الوقت الذي هو فيه. هو ابن وقت قصر أمل، مش هتستريح إلا لما تحمد ربك انت دلوقتي جعان بردان مرضان كله تمام حلو، واعبد ربك احمد ربك، ما تقولش بعد شوية حجوع، طب بعد شوية انا عايز مش عارف مال علشان مش عارف، لا احمد ربك دلوقتي، لان انت لو محمدتش ربك دلوقتي هتحمده انت، هتفضل باستمرار متعلق بحاجة في المستقبل، متعلق بحاجة في المستقبل علشان تحمده عليه. فاول ما تيجي تلاقي نفسك متعلق باللي بعدها هتحمده انت، متى تحمد الله؟ فلا بد انك انت تبقى من وقت من بات امنا في سره معافا في بدنه عند قوت يومه وقد حيثت له الدنيا. كويس، ادي كلام النبي اهل الحكمه، النبي صلى الله عليه وسلم اللي ربنا ملكه الحكمه كلها تعبر عنها بدوامه الكلم صلى الله عليه وسلم. وتذاكروا عند يحيى بن معاذ الفقر والغنى، فقال لا يوزن غدا الا الفقر ولا لا يوزن غدا لا الفقر ولا الغنى، يعني الفقر مش هيتحط على في الميزان ولا الغنى بتاعه هيتحط في الميزان، وانما يوزن الصبر والشكر، الصبر على البلاء والشكر على الرخاء، هو ده اللي هيوزن، يعني اللي هيوزن ثمرة الفقر وثمرة الغنى، مش الغنى نفسه ولا الفقر نفسه، ثمرة الشيء نفسه، ثمرة الشيء هي اللي هتوزن في الميزان. فيقال يشكر ويصبر، يعني هذا يشكر وهذا يصبر، يحط بقى الشكر في الميزان والصبر. وقيل أوحى الله تعالى إلى بعض الأنبياء عليهم السلام إن أردت أن تعرف رضاي عنك فانظر كيف رضا الفقراء عنك، اللي هم أهل الديانة، شوف أهل الديانة كده راضيين عنك ولا لأ، لو كانوا راضيين عنك يبقى غالبا ربنا راضي عنك إن شاء الله. ألسنة الحق أقلام الخلق، ألسنة الخلق أقلام الحق، مش كده برضه؟ وقال أبو بكر الدقاق ألسنة الخلق اللي هم مين؟ خلق الله بقى اللي يعرفوا ربنا يعني، لكن أنت قاعد في وسط العالم تجار المخدرات يقول لك فلان ده مفيش أحسن منه، يعني بيتاجر في المخدرات بقى له 40 سنة وما ظبطوش ولا مرة، يبقى دي مفيش أحسن منه عندهم، يبقى هنا المدح هنا موقعه موقع الذم. فنقصد هنا الناس اللي هم الناس اللي يعرفوا ربنا، الناس اللي يعرفوا ربنا ألسنتهم هي ألسنة الحق سبحانه وتعالى. وقال أبو بكر الدقاق من لم يصحبه التقى في فقره أكل الحرام المحض. طبعا عشان كده احنا قلنا الفقر إلى الله أول لازم له علم يسوسه وتقوى تحجزه، مش كده برضه؟ تمنعه من الوقوع في الحرام المحض. يبقى الفقير إذا أكل من الحرام أكله حلالا لأنه فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا يسمع له بعلمه. يبقى الفقير بالعلم يعرف متى هي موضع الضرورة التي يصبح الحرام في حقه حلال. فهمت بقى المسألة؟ عشان كده مهمة الحكاية. وقيل كان الفقراء في مجد سفيان الثوري كأنهم أمراء لكمال استغنائهم بالله، مش لتكبرهم على الخلق بل لكمال استغنائهم. سمعت الشيخ أبا عبد الرحمن السلمي يقول سمعت محمد بن أحمد الفراء يقول سمعت أبا بكر بن طاهر يقول من حكم الفقير ألا يكون له رغبة في الدنيا، من حكم الفقير يعني من صفته المستحكمة فيه ألا يكون له رغبة في الدنيا ليقصر الأمل، فإن كان ولا بد فلا تجاوز رغبته كفايته، فإن كان ولا بد ليه رغبة يبقى على قد كفايته بس، يعني جعان الطعام ده مش من الدنيا يبقى لا تجاوز رغبته كفايته، ايه اللي يكفيه شبعك لقمه حاجه يبقى هي لقمه حاجه، لا لقمه بكباب يبقى ده مش فقير كويس، ده لسه برضه عنده شهوه نفسه، او لقمه بطعميه
زيادة شوية، فيها نوع من التحديد، يعني لا تجاوز رغبته كفايتها. الدنيا برد، يا دوب عايز حاجة تضيع برد، مش يقول لك بقى انا عايزها صوف انجليزي موديل السنة دي، لا ده مش فقير. الفقير يا دوب على حاجة تصد حاجته خلاص، اي حاجة بس تصد كفايتها. وقت شدنا عشان كده سيدنا رسول الله يقول ايه، اللهم اشع رزق آل محمد قوتا قوتا، يعني يعني وجبة وجبة. عشان كده بيت النبي التسعة ما كانش عنده نملية. هل في اساس النبي كان عنده نملية؟ النملية دلوقتي على العريس، لكن ما كانش فيه زمان نملية، حاجة يحط فيها كده وهم الخزين وثلاجة وفريز شغلانة، وحاجة تحت السرير وحاجة فوق السرير وحاجات جنب المنظر وحاجات لسه شايلهم تحت وحاجات لسه جنبها عند العربية. وبعدين بعد ده كله يبقى قاعد يقول مش عارفين نعيش، الدنيا غلط بعد ده كله، ده ربنا نكيد. وأنشدنا الشيخ أبو عبد الرحمن السلمي قال أنشدني عبد الله بن إبراهيم بن العلاء قال أنشدني أحمد بن عطاء العظيم قال قالوا غدا العيد ماذا أنت لابسه؟ فقلت خلعة ساق حبه جرعة، حبه جرعة. قالوا له العيد بكرة، هتلبس ايه بكرة؟ قال لهم حبس ثياب الشوق لمن سقاني الشوق تجرعا. فهمت ازاي؟ انا ثوي الشوق لحبيب، هو ده ثوي. فقر وصبر، بيغير اهو، يعني عنده غيارين، فقر الى محبوبه وصبر على البعد عنه احيانا او على بلاء محبوبه. يقول لك ضرب الحبيب زي اكل الزبيب، مش كده؟ فقر وصبر هما توباي تحتهما قلب يرى الفه الاعياد والجمعة. تحت الفقر والصبر دول التوبين دول قلب يرى العيد صحيح، هو رؤية إلف، هو ده العيد صحيح. أحرى الملابس أن تلقى الحبيب به يوم التزاول في الثوب الذي خلعه. الدهر لي مأثم إن غبت يا أملي، والعيد ما كنت لي مرأى ومستمعا. العيد لما إيه؟ لما أصل إليه، لما أراه. العيد هو وصل محبوب، وهو الله. وقيل ان هذه الابيات لابي علي الرزبري، وقال ابو بكر المصري وقد سئل عن الفقير الصادق فقال الذي لا يملك ولا يميل، يعني ما عندوش حاجه وما يملش الحاجه، مستغني يعني. وقال ذنون مستغني بالله يعني. وقال ذنون المصري دوام الفقر الى الله تعالى مع التخليص احب الي من دوام الصفاء مع العجب، يعني دوام الفقر الى الله مع التقصير احيانا، التخليص يعني التقصير احيانا، يكون مقصر احيانا. دوام الفقر الى الله تعالى مع التخليص يعني مع التقصير، لان طبيعه الانسان يقصر شويه، لازم كده، ما هو ربنا بيخليك تقصر شويه عشان ما تعجبش بنفسك قوي. احب الي من دوام الصفاء مع العجب. دوام الصفاء مع الله يقول لك يا سلام، انا بقالي 40 سنه ما فاتنيش قيام الليل ولا صلاه الفجر، يوم يعجب. الثاني بقاله 40 سنة بيصلي الفجر كل 3-4 أيام، وبقية الأيام اللي يفوتوا عليها النوم يبقى قايم زعلان. يوم يبقى باستمرار مقابل ربه مكسوف. ما عندوش عظم مكسوف عشان بيفوتوا أحيانا في العبادة، أحيانا بيقصر شوية. والثاني لا، داخل على ربه بصدره مليان، أنا ما فاتنيش عبادة يا رب، كل حاجة تلاقيه في الصف الأول. يبقى ربك أحيانا يكتب عليك التقصير ليعالج فيك العقب بالطاعة، يبقى دوام، مش كده برضه؟ ربما منعك الطاعة ليمنعك العقب فيه، وربما دلك على الطاعة ليختبرك فيه، لن يسيبك عليه. افهم الحتة دي، فربنا ينجينا، يجعل الطاعة موصلة إليه لا حاجب عنه سبحانه وتعالى. سمعت أبا عبد الله الشيرازي يقول، سمعت عبد الواحد بن أحمد يقول، سمعت أبا بكر الجوال يقول، سمعت أبا عبد الله الحصري يقول، مكث أبو جعفر الحداد 20 سنة يعمل كل يوم بدينار
حداد بقى بيشتغل بحداد، فكان يقبض كل يوم دينار وينفقه على الفقراء ويصوم ويخرج بين العشاءين فيتصدق فيتصدق عليه من الابواب، يعني يشتغل طول النهار لحد العصر وهو صايم ويقبض الدينار يروح يصدق بيه، ما عندوش امل انه هيعيش للمغرب يقوم ايه، وبعدين بعد كده يجي عليه المغرب يصلي المغرب لنفسه جعان وهو صايم يقوم يتكفف البيوت كده يشحن اي حاجه يفطر عليها، وقعد كده 20 سنه ما عندوش امل انه هيفطر في اليوم فيتصدق قبل ما يجهز طعامه. دي نماذج ربنا جعلها من عباده عشان يعلموك المعاني بارزه واضحه. سمعت محمد بن الحسين يقول سمعت ابا علي الحسين بن يوسف القزويني يقول سمعت ابراهيم بن المولد يقول سمعت الحسن بن علي يقول سمعت النوري يقول نعت الفقير السكون عند العدم لكمال الثقه بالله زي ما قلنا، والبذل والايثار عند الوجود لتحصيل الرضا لمولاه. ربنا يرضى بالايثار، فلما يجيله يقوم يؤثر عشان يرضي ربه. مش انت عايز ترضي حبيبك؟ لما تؤثر عند الوجود. طيب وعند العدم الثقه بالله تخليه قاعد ساكن مطمئن. يبقى هو في كل حال مع الله. وسمعته يقول سمعت منصور بن عبد الله يقول سمعت محمد بن علي الكتاني يقول كان عندنا بمكه فتى عليه اثمار رطفه. اثمار رطفه يعني شويه هلاهيل. عارف لغه المصريين؟ يقول لك هلاهيل. هلاهيل يعني هدوم مقطعه قديمه بلغه المصريين. يعني اثواب قديمه مقطعه. يسموها المصريين بلغتهم العاميه هلاهيل. وكان لا يداخلنا ولا يجالسنا. كان الراجل ده الفتى ده كان عليه الهلاهيل دي، وكانش يقعد مع الناس لا يكلمهم، مشغول في العباده على طول. يا اما قائم يصلي قاعد لوحده يذكر ربه، ملوش دعوه بالناس، ما بيغيش مع حد. فوقعت محبته في قلبي، فهو بيلاحظه من كام يوم كده فحب الولد ده من كثر ما هو منشغل وقائم على عباده ربه ومتقلل من الدنيا. ففتح لي ب200 درهم من وجه الحلال. فربنا اكرم الراجل ده اللي هو محمد بن علي الكتاني ان جاله 200 درهم من حلال. فحملتها اليه ووضعتها على طرف سجادته. كانوا يتعاملوا مع الفقراء الى الله بطريقه ما يرضاش يديله كده ويستنى ايده تتمد. لانه ما يحبش الفقير يمد ايده الا لله. فبيراعي حاله مع الله. فراح حطها له على طرف سجادته دي. حتى قالوا كده بعيد. وقلت له انه فتح لي ذلك من وجه حلال تصرفه في بعض الامور. صرف فيه براحته. فنظر الي شذرا ثم كشف عما هو مستور عني وقال اشتريت هذه الجلسه مع الله تعالى على الفراغ ب70,000 دينار غير الضياع والمشتغلات. قال له ده انا كان عندي عزب واصيان و70,000 دينار سبت ده كله في بلدي تصدقت بيه وجيت علشان اقعد القعده دي ما بقاش مشغول باي حاجه الا بالله. تيجي انت تبوظ لي الحكايه دي كلها بفتدر. تريد ان تخدعني عنها بهذه؟ وقام وبددها وقعد. وقام وبددها يعني ايه؟ راح قايم ساحب سجادته كده فاتفرقت الفلوس على الارض. وقعدت التقطها. قام ايه سيدنا محمد بن علي الكتاني قاعد بقى ينقيه والواد مشي. فما رايت كعزه حين مر ولا كذل حين كنت التقطه. شفت الحلاوه بقى. هو ما زعلش منه ولا حاجه. لكن هو عارف بقى ان الناس فيها احوال مع الله. وقال ابو عبد الله بن خفيف ما وجبت علي زكاه الفطر 40 سنة. ولي قبول عظيم بين الخاص والعام. زكاة الفطر دي يعني حاجة بسيطة، بيقول لك من عنده قوت يومه وجبت عليه ايه؟ وزاد، حاجة بسيطة تجب عليه زكاة الفطر، دليل ان هو بقاله 40 سنة ما عندوش قوت يوم كامل. ما وجبت، ورغم كده بيقول ايه؟ ولي قبول عظيم عند الخاص والعام، يعني وعندي قبول عند الناس كلها بتحبني، يعني كان ممكن ان انا لو فتحت عندي كان بيتي ده يتملي هدايا من الناس. لكن لم تجب علي زكاة الفطر قط. سمعت الشيخ أبا عبد الله بن بكوي الصوفي يقول سمعت أبا عبد الله بن خفيف يقول ذلك.
وسمعته يقول سمعته على أحمد الصغير يقول سألت أبا عبد الله بن خفيف عن فقير يجوع ثلاثة أيام وبعد ثلاثة أيام يخرج ويسأل مقدار كفايته إيش يقال لي؟ فقير يجوع ثلاثة أيام ما يأكلش ويطلع بعد كده يسأل الناس حاجة يأكلها، إيه رأيك فيه ده؟ قال يقال فيه مكذب، يعني ولا حلو، وده فقير ده كل واسكتوا، فلو دخل فقير من هذا الباب لفضحكم كلكم، يعني ما تسألوش عن أشياء أنتم لكم تسألوا، أنتم مقامكم كده غلبان خالص، أنتم فاكرين نفسكم فقراء، أنتم تاكلوا وجبة في اليوم، فهم بيسألوا بقى طب لو واحد فقير بقى له ثلاث أيام وسأل لهم يبقى مش فقير، أنتم بتسألوا ليه؟ أنتم مقامكم كده، كلوا واسكتوا بدل ما تنزل نفسكم وأعرفكم مقامكم إن كنتوا ولا حاجة، يعني لا تسألوا عن أشياء أنتم لكم تسألوا. يعني ربنا اكرمك ويعلم انك انت مش هتستحمل الحكايه دي فبيدي لك طعام كل يوم خلاص ارضى بقى وكل. عايز تمتحن نفسك ليه؟ عايز ليه تمتحن نفسك؟ ليه بتسال عن اشياء انتم لك؟ تقول لا انا عايز اقول حتى اربط على بطن الحجر علشان اتاسى برسول الله. اتليت صلى الله عليه وسلم، انت اللي اتليت. ليه بقى؟ لان انت ما تعرفش نفسك اما هتجوع وتربط على بطنك الحجر هتقول الحمد لله ولا هتقول كفرت بالله. ده الناس اهو شويه انفلونزا طيور، الناس ملقت الدنيا شكوى لسه ما دعوش، وارصدتهم في البنوك تجار الفراخ دول ارصدتهم ما زالت في البنوك كما هي، وانا اعرف كتير منهم اصحاب ملايين لم تمثل، لكن توقف سيل الربح اليومي بس، توقف سيل الربح اليومي فقط، عملوا مظاهرات وهدوا الدنيا. شفت قد ايه؟ وهياخدوا تعويضات وكل حاجه، ولسه الدنيا قامت وما قعدتش، وتعبانين وزعلانين، وارصدتهم لم تمس، الربح اليومي فقط تاخر، والدنيا اتقلبت. وبعدين في الاخر تسالني تقول لي يعني ايه الفقر الى الله يا عم الشيخ؟ اقول لك اتلهي. فهمت بقى ان القهوه عشان كده الشيخ بيقول لهم كلوا واسكتوا يعني اتلهوا. فهمت ازاي؟ ادي معنى كلوا واسكتوا. سمعت محمد بن الحسين يقول، سمعت عبد الله بن علي الصوفي يقول، سمعت الدقي يقول وقد سئل عن سوء ادب الفقراء مع الله تعالى في احوالهم فقال هو انحطاطهم من الحقيقه الى العلم. سوء ادب الفقراء مع الله ايه؟ لما تفتقر الى الله تبتدي بقى ترجع مش للحال، ترجع تكلم ربك بالعلم بالدليل، تقول تشتكي ربك مش تسأل ربك وانت راجل، لا تشتكي يا رب انت خلقتني عشان تعذبني يا رب، بس يا رب بتقول في قرآنك وما من دابة الا رزقها وانا دابة اهو فين الرزق يا رب؟ يتكلم بالعلم والقرآن او ده بداية سوء الادب. ادي معنى سوء الادب انه يترك حاله ويبتدي يشتكي ربه بالعلم. فهمت ازاي بقى المسألة؟ حمدت ايه يا رب بس تعمل فيا كده؟ ده انا حتى صليت الفجر النهارده حاضر. طيب ده تقول له ايه؟ يتلهي. وسمعته يقول، سمعت محمد بن عبد الله الطبري يقول، سمعت خيرا النساج يقول، دخلت بعض المساجد واذا فيه فقير فلما راني تعلق بي وقال ايها الشيخ تعطف علي فان محنتي عظيمه، فقلت وما هي؟ فقال فقدت البلاء وقويت بالعافيه. فنظرت فاذا قد فتح عليه بشيء من الدنيا. بص لقى واحد جايب له سندوتش هديه. جايب له سندوتش هديه وجابوا له كده حبول قدامه، فلقى الشيخ ده داخل عليه باين عليه علامه الصلاه. قال له الحاج انقذني، ده انا في مصيبه سوداء. ربنا سبحانه وتعالى رفع عني البلاء وانا ارى ان الصبر على البلاء اعظم من النعمه وانعم علي. الحاج في النعمه دي اعمل فيها ايه في المصيبه السوداء دي؟ شوف يبقى دول اصحاب احوال، يبقى دول بقى ايه؟ اصحاب احوال. ادي معنى ان الفقير صاحب حال. فهمت ازاي؟ تيجي تكلمه بالعلم تقول له ما انت جعان كل يوم، ما هو الجعان ياكل، ما هو حلال حرام، وده رزق جاءك بغير مساله، فهو حلال لك ادي العلم، لكن هو شايف ان قلبه تعلق بك، وكان قلبه الاول متعلق بالله، فبعد ما جاله السندوتش في قلبه تعلق بالسندوتش، بقت محنه. فهمت بقى المساله؟ وسمعته يقول، سمعت محمد بن احمد يقول، سمعت ابا بكر الوراق يقول، طوبى للفقير في الدنيا والاخره. طوبى دي يعني دعاء كده زي مغفور له، وقيل ان هي
يعني نهر في الجنة، أو قيل هي جنة من الجنان اسمها طوبة، أو مقام من المقامات في الجنة، يعني على الخلاف فيه، كأنها دعاء يعني، يعني طوبة للفقير في الدنيا والآخرة، يعني باللغة المصرية بتاعتنا يا بخت الفقير في الدنيا والآخرة، يا بخت، هذه معناها باللغة بتاعتنا. ليه يا بخت؟ فسألوه عنه فقال لا يطلب السلطان منه في الدنيا، لا يطلب السلطان منه في الدنيا الخراب، ولا الجبار في الآخرة الشتاب. لا هو في الدنيا يبقى عليه ضرائب فيجي الحكومة تنقض عليه علشان متهرب من الضرائب، ولا هو في الآخرة عنده حاجات يتحسب عليه، ففي الحدين هو كسبان، لا هيتهرب من الضرائب في الدنيا ولا هيتحسب في الآخرة مع ربه. هذه معنى طوبى للفقير في الدنيا والآخرة. ونقف على باب التصوف يوم السبت القادم إن شاء الله تعالى. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. التخطيط على مستوى المصلحة العامة مطلوب، والفقر إلى الله كلام على مستوى المصلحة الخاصة. يبقى على مستوى المصلحة الخاصة لا تدبر مع الله، ولكن تأخذ بالأسباب. الرسول يقول احرص على ما ينفعك، يعني بالأسباب، واستعن بالله يعني بقلبك. يبقى النبي ما بيقولك احرص على ما ينفعك، يكلم الجوارح جسم، واستعن بالله يكلم قلبك. يبقى الفقر الى الله كلام للقلب، والاخذ بالاسباب كلام للجوارح. فاذا اخذت بالاسباب متعلق بها قلبك تبقى مش فقير. فهمت بقى المساله؟ فيبقى في كلام للقلب وكلام للجسد. والله اعلم.